السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم نادية بن عمر من ثانوية معارك تقل التأهيلية، مديرية العيون، أكاديمية العيون الساقية الحمراء. درس اليوم يستهدف فئة الجذوع المشتركة بسلكيها الأدبية والعلمية، وسيكون بصدد المحور الأخير من مجزوءة الطبيعة والثقافة بعنوان التنوع الثقافي. إن هذا الدرس بمثابة خلاصة تركيبية لما رأينا سابقا في مجزوءة الطبيعة والثقافة، وأخص بالذكر هنا التمييز بين الطبيعة والثقافة. الإنسان كائن ثقافي، الطبيعة والنشاط الإنساني. واليوم ونحن نتدارس معا الدرس الأخير، سوف نقف تحديدا بصدد محورين مركزيين، سيكون الأول منهما بعنوان الحضارة الإنسانية وحدة وتنوع، والثاني سيكون بعنوان كيف نترابط مع بعضنا البعض. لننتقل أعزائي الكرام معا إلى الجزء الأول من هذا الدرس. بالنسبة للقدرات المستهدفة من هذا الدرس هي كالتالي: القدرة على فهم التنوع الثقافي، ثم القدرة على فهم أهمية احترام الخصوصيات والاختلافات بين الأفراد والجماعات، ثم أخيراً إدراك أن التنوع الثقافي هو اكتمال وغنى إنساني. قبل الخوض في هذا المحور الأول، لا بأس أن نقف معا بصدد تقديم عام حول هذا المفهوم، ألا وهو الحضارة الإنسانية. يمكن القول إذن أن أبرز ما يميز النوع البشري هو التنوع الثقافي، الذي يرجع لعدة أسباب لعل أبرزها الانتماء الطبيعي أو المحيط الطبيعي، الذي يلعب دورا أساسيا في توجيه الثقافة الإنسانية. وأخص بالذكر هنا العادات، التقاليد، الطعام، اللباس إلى غير ذلك. فعلى سبيل المثال، لن يكون مثلا اللباس الذي تختص به ثقافة الإسكيمو أمرا اختياريا أو محض الصدفة، بل كان نتيجة عدة ضرورات وظروف فرضت ذلك اللباس. ولعل أبرز تلك الضرورات تعود إلى الطبيعة القاسية البرودة في القطب الشمالي، والتي دفعت هذا الشعب على سبيل المثال إلى إبداع لباس ساخن من فراء الحيوانات يواكب قساوة الطبيعة هناك. وهنا نتساءل مثلا، هل تكفي الحبوب على سبيل المثال لضمان تدفئة هذا الشعب؟ كلا، ولكن غذاء هذا الشعب يعتمد بالأساس على اللحوم والدهون التي توفر لهم الشروط البيولوجية للعيش في بيئة شديدة القساوة. فالتنوع الثقافي إذن لا يختلف باختلاف المجتمعات فحسب، بل يختلف أيضا داخل المجتمع الواحد والثقافة الواحدة، رغم امتلاكها لهوية واحدة كالاختلاف في اللهجة واللباس والطعام وغير ذلك. هكذا إذن سنحاول الإجابة على الأسئلة الإشكالية التالية: ما الذي يميز الأفراد داخل المجتمع الواحد رغم الاختلاف الثقافي بينهم؟ وهل التنوع الثقافي في المجتمعات الإنسانية يرسخ للتفاضل بين الثقافات، أم أن الأمر يغني الثقافة الإنسانية؟ وهل تحقق الثقافة الإنسانية الاكتمال والاكتفاء بذاتها، أم أن الانفتاح على الثقافات والتلاقح بينها هو ما يرسخ لذلك الاكتمال؟ وأخيرا،
كيف يمكن تحقيق التعايش بين الناس داخل ثقافات مختلفة؟ للإجابة عن هذه الأسئلة لا بأس أن نقف بصدد نموذج الفيلسوف إرنست كاسيرر. فمن يكون إرنست كاسيرر؟ هو فيلسوف ألماني ولد سنة 1874 وتوفي سنة 1945. هو فيلسوف ألماني اهتم بالبحث في مشكلات الفلسفة والعلوم والفن والتاريخ ومشكلة الفلسفة. يقول كاسيرر في مقتطف مأخوذ من كتابه مدخل إلى فلسفة الحضارة الإنسانية أو مقال في الإنسان: لا ريب في أن الحضارة الإنسانية منقسمة في فعاليات متنوعة كالأمور التي تخلقها الأسطورة والشعائر الدينية، المعتقدات، الأعمال الفنية، النظريات العلمية. بدا من المستحيل أن نردها إلى مقام مشترك. إذا كان لكلمة إنسانية من معنى، فإنها تعني أن صورها المتنوعة تعمل لأجل غاية مشتركة. قبل الوقوف بصدد مضامين هذه القطعة، لا بأس أن نمر حول الأساليب الحجاجية التي اعتمدها صاحب هذا النص للدفاع عن أطروحته. فكما ترون استعملت هنا صيغة، يقول كاسيرر: لا ريب، وهنا إشارة إلى أسلوب النفي، في أن الحضارة الإنسانية، في أن إذن هنا إشارة إلى أسلوب التأكيد، منقسمة في فعاليات متنوعة. إذن هنا سندخل إلى أسلوب التفسير، كالأمور التي تخلقها الأسطورة، الشعائر الدينية، المعتقدات، والأعمال الفنية، والنظريات العلمية. هنا إشارة لأسلوب المثال. بدا من المستحيل إذن أن نردها إلى مقام مشترك. بدا من المستحيل، هنا نوع من التأكيد، أن نردها إلى مقام مشترك، بمعنى هنا استعمل يعني الفيلسوف هذه الأساليب للتأكيد على أن الحضارة الإنسانية منقسمة في فعاليات متنوعة. في نهاية المطاف سيلجأ إلى أسلوب الاستنتاج، إذ سيقول: إذا كان لكلمة إنسانية من معنى، فإنها تعني أن صورها المتنوعة تعمل لأجل غاية مشتركة. إذا قسمنا هذا النص إلى قسمين، سنلاحظ أن الجزء الأول منه أشار إلى أن الثقافة الإنسانية تتكون من فعاليات مختلفة. إذن الحضارة الإنسانية هي تنوع، وفي نفس الوقت سيشير إلى أنها وحدة، ويبدو هذا الأمر من خلال العناصر التي وردت في نهاية الفقرة، إذ يقول إنها تعني أن صورها المتنوعة تعمل لأجل غاية مشتركة. هنا نستنتج كيف أن الحضارة الإنسانية هي وحدة وتنوع. نستشف إذن من خلال قول كاسيرر المضامين التالية: أولاً، إن الحضارة الإنسانية منقسمة في فعاليات متنوعة تتجه اتجاهات مختلفة. يصعب أن نرد كل تلك الانقسامات الثقافية إلى مقام واحد، بمعنى أن كل مجتمع إذن يسعى جاهدا نحو الحفاظ على هويته واستقلاليته وخصوصيته عن باقي الثقافات. ثانيا، يشير كذلك كاسيرر إلى أن عملية التركيب الفلسفي تهدف أمام تنوع فعاليات الثقافة الإنسانية إلى البحث في وحدة العمل الثقافي، وليس وحدة النتائج، بل لوحدة العملية الخلاقة. وهنا يشير أن الفلسفة قادرة على توحيد التنوع الثقافي بالتركيز على الجودة في العمل، بحيث يكون عملا مبدعا. أشار كذلك في المضمون الآخر على أنه
على الرغم من انقسام فعاليات الحضارة الإنسانية، إلا أنه يلزم وضع مظهر عام يجمع بين تلك الفعاليات، بمعنى أن الفلسفة نجحت في تحقيق الوحدة بين الثقافات وتحقيق وحدة الإنسانية داخل تعدد الأشكال الثقافية. فالفكر الفلسفي إذن التركيبي إذن هو القادر على اكتشاف مكامن الوحدة في الثقافة الإنسانية. فهنا يقصد كثيرا أن اختلاف الصور الثقافية رهين بالعمل على غاية مشتركة، وبالطبع هذه الغاية تعتمد على العملية الخلاقة والمبدعة. تركيبا لما سبق، إذن يمكن القول أن موقف كاسيرر هذا قدم لنا تصورا أنثروبولوجيا لإشكالية التعدد الثقافي. ففي خضم تعدد الأشكال والفعاليات الثقافية، تمكنت الفلسفة من تحقيق الوحدة الإنسانية من خلال بحثها عما هو مشترك، خاصة ما يتعلق بتداخل الحضارات. نشكركم على حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.